النهاردة معانا أخبار كتيرة جدا في متداولة بين لعيبة النادي الأهلي الموجودين النهاردة في المنتخبات المصرية وفعلا ما شاء الله عليهم هم سند قوي جدا داخل المنتخبات المصرية كلها في كل الألعاب خلينا يعني نروح لي أول خبر معانا النهاردة وبطلتنا الكبيرة اللي هي تحت 12 سنة هانا جودة هانا جودة مسافرة لبطولة العالم اللي هتقام في سلطنة عمان إن شاء الله بإذن الله من يوم 25 يوليو الى 31 باذن الله هي بطله العالم في المرحله اللي فاتت وفي السنه دي ان شاء الله باذن الله تحافظ على لقبها بين ابطال العالم كان سافرت لبطوله باكستان من شهرين كانت سافرت عفوا لبطوله تايلاند للناشئين وقدرت تفوز بيها هنا جوده من النجوم المتالقين والصاعدين بقوه في مجال التنس الطاوله هنروح للخبر التاني معانا النهارده وسداسي الاهلي بيقود المنتخب المصري في الكره الطايره بالفوز النهارده على بوروندي على بوروندي في بطوله افريقيا المقامه في تونس ست لاعبين من النادي الاهلي بي... مع ست لاعبين من النادي الاهلي بيكونوا مع منتخب مصر بيتواجدوا في تونس بطوله قويه جدا كان غايب نجمنا الكبير وكابتن منتخب مصر كابتن عبد الله عبد السلام للاصابه لكن بقيت الرجاله من النادي الاهلي ست لاعبين وبقيت لعيبه منتخب مصر ما شاء الله عليهم ماشيين كويس جدا كسبوا المغرب 3-1 وفازوا على بوروندي 3-0 في مجموعات قويه جدا مجموعه مصر اصلها بتلاعب هتلاعب الكاميرون ودي اقوى مباراه في المجموعه ولسه اصلها اخر منتخب منتخب الكونغو الم... المجموعة المجموعه الثانيه في البطوله بتضم منتخب تونس وتشاد وبتسوانة والجزائر مجموعه قويه حاجة مهمه جدا والتاهل لبطوله العالم في في كرة السلة سيدات برضو الكابتن إيهاب الألفي مدير الفني المنتخب مصر لكرة السلة سيدات بيستعين بأربع لاعبات من النادي الأهلي عشان الانضمام لمعسكر المنتخب لبطولة الأفريقيا في شهر 8 بإذن الله اللي هتقام في السنغال كان المنتخب فاز في التصفيات المؤهلة قبل كده في عفوا في أوغندا في أوغندا و كان قدر آه يكسب وعندهم اربع لاعبات هم سوريا محمد ونور طلعت وهاله مصطفى وجنه مصطفى بكده نكون خلصنا اخبار كره السله